حكينا قصه حصلت مع الراجل اللي دخل مع مراته، القصه واضح انها اتاك جهل وفاكتس مش كده؟ طيب وهنا الاتاك اللي جاب الفاكت دي بالتالي العيان ده لما يجي لي انا العياده هيكلمني على هيستري، لكن هو دلوقتي جاي لي من غير اتاك، يعني ما عندوش اتاك دلوقتي، وبالتالي لما انا الحقيقه حصل مش هلاقي عنده اي مشكله بعينه اكسبت ان عنده البريسبوزنج فاكتور اللي دخلنا في بتاعت الكلوز انجل، فاتفقنا مش هقول كلمه كلوز انجل الا لما تعرف الناس يوسكولي اللي هيخليه طبيعي جدا يحصل لي الكلام ده، ان انا يبقى عندي شالو اي سي ونارو انجل من الاساس، وبالتالي البني ادم ده علشان ما يحصلش اتاك مطلقه بعد كده كنت كل اللي بعمله ان انا بعمله فتحه في الايرس، يعني بعمله حاجه اسمها كريبرا دي ايرس. طيب هنتكلم بقى على الستيج الثانيه دي الاهم الحقيقه، لو انت مش عايز تذاكر بالستيج واحده عايز تعرف الديتيل بتاع ستيج واحده تثبتك هتكتفي بالستيج اللي اسمها اكيوت كونجستيف ستيج اوف فلوز اند جلوكوما اللي هي دي الدكتور تيرن اس، وهي دي الستيج الاهم وفعلا هي دي اللي محتاجه ان احنا نعرف الديتيلز كويس كمان انها ايمرجنسي النهائيه، يعني لو انت عايز تدي نيك نيم عشان ما تنساش الاسم ده ممكن نسمي الناس دي زوار الفجر، دول مش وش عيادات الحقيقه، اللي هيجوا في الستيج دي هيجوا دايما على المستشفى اللي مفيش عيادات، اثنين ثلاثه اربعه الصبح هو ده التوقيت اللي غالبا بيجي فيه البيشنتس فعلا، لان الحقيقه البني ادم ده جاي متلبس، يعني جاي اثناء الاتاك، يعني بعكس الاولاني، الاولاني الاتاك فك الترقيه فجي بعديها بيوم بعديها باثنين وقت المفروض يجي عشان يسالني اللي حصل ده ايه بالظبط، لكن ده هتجيله اتاك وهتفضل مستمره، وبالتالي من كتر الالم اللي عنده هيضطر ينزل من بيته مش هيقدر يستمر للصبح، حتى مش هيقدر يطلع عليه النهار هو قاعد في بيته، هيجيلك وش الفجر، لان احنا اتفقنا ان اللي دخلني في اتاك فعليا كلمه مهمه قوي فاكرين؟ قلنا اللي دخلني في اتاك كلوز انجل ان البيبل تدايليت، وبالتالي لما البيبل هتدايليت هتبدا لينس تسد البيبل يحصل لها امباكشن انسايد البيبل، وتعمل حاجه اسمها فولان فاز، ولما اللينس تخش جوه البيبل اتفقنا الايكوال اتراب بيتحبس في السي تشامبر ويبدا يدور الايريس من ورا فيبدا يحصل نظريه الايريس بومبي، وبالتالي الايريس يلمس الكورنيا وبالتالي زاويه العين بتتقفل، فاذا عاده احنا البيبل بتاعتنا بتوسع اوفر نايت، يعني تدخل تنام ما يجيلكش نوم بسرعه، ما اصل لو جالك نوم بسرعه على فكره البيبل اثناء النوم بتبقى معاك، لان في الحقيقه السبلاي كونستريكت البيبل ماسل ده باراسيمباثيك انرجيشن واللي بيستخدمها الدايريت اوف امباثيك، فبالتالي انت لو انت دخلت في النوم اكيد انت هتنام وانت اكيد يعني اللي بيتحكم في جسمك بارس امباثيك سيستم، وبالتالي هيبقى عندك ميوزس، لكن لو دخلت الاوضه عشان تنام وقعدت نص ساعه ساعه في مش عارف تنام وانت هتضلم الاوضه اكيد هتضلم الاوضه عشان تعرف تنام، فاذا مع الديم لايت البيبل بتوسع، اذا ده سيتويشن، او دخلت تقرا بدقه بزوره ضوء ضعيف، او اتفرجت على التلفزيون وانت هتضلم الاوضه، ودخلت سينما اي سيتويشن من دول غالبا غالبا هتبقى اوفر نايت، حصل بالليل البيبل وصل اللينس اتحصل فبدا ضغط العين يبيض اب بدا يعلى بدا يعمل بين، انت اكيد مش اول ما يحصل لك بين ده انت بتخاف على عياده او مستشفى لان البيبل بيبقى في العين ومسمع في الراس، ياما جالنا صداع انت هتشوف حاجه عادي جدا وجع في في التنكل هنا عند جنب الراس، فبالتالي هنا الحقيقه انت لما يجي لك هادئ واوبيلر بين انت هتبدا تاخد مسكنات الاول، هتبدا تشوف ايه القصه، تاكل دول بلد ده في جيوب الانفيه وات ايفر ايدي باسك احنا بنبدا اتاك هادئ من غير اي سبب، المهم هتبدا تجرب مسكن في اثنين كومبينيشنز مفيش فايده لان الضغط قصه انت مش فاهم انها بتاعت ضغط عالي انت مش عارف لسه، فضغط عالي عشان يزق يزق فالبين بيزيد والموضوع في مع اللي انت بتاخده مش فارق العكس الامور بتزيد في السوق ويبدا كمان نظرك يتاثر و فتبدا تضطر تنزل بعد محاولات ساعتين ثلاثه في البيت، وبالتالي انت غالبا هتوصل في التوقيت اللي انا كنت بقوله ده اللي هو وقت الفجر فعلا. العيان هيطلع عينه على المستشفى عامل ازاي بقى؟ هتلاقي حاطط ايده على عينه كده، انا عايز دكتور رمض بسرعه، انا عايز دكتور ايه بسرعه، انا حاسس ان عيني هتنفجر، وهو حاطط ايده كده متخيل ان ايده دي هي اللي ساند عينه، لو شال ايده فعلا هترابشر، ده الانطباع اللي عنده في الحقيقه نوع البين اصله فعلا سيفير امبارسنج بين، يعني تحس ان عينه هتربشر، الفكره ان الضغط اللي بيزق ده بيزق في كل اتجاه انكلودنج بيزق على الكورنيا، فالكورنيا بيحصل فيها ستريتشنج عن طريق الضغط ده، فالنرف اندن اللي هي بقت ستريتش دي بيجيله انطباع انها هتتقطع، هو ده اللي بيجيله انطباع ان العين كلها از يقول هتربشر، فاذا سيفير بارستنج بين، وهذا البين فعلا ريفير تو ذا تمبل ذا ثيرد بين
وعشان تعرف ان العيال ما بتدلعش، احنا ياما شفنا ناس بييجوا هيستيريكال اصلا يعني بيدلعوا من عندهم مشكله، او بيكون عندهم فعلا فين، بس الفين مش نقصه يعني الدرجه اللي هو بيبرزنت بيها. فاذا لا العيال هتعرف اي بني ادم بقى كده في اي تخصص سياسه تنوي عليه ان شاء الله، لما تلاقي مع الفين ده نوز فامتنج اعرف انا ما بتدربش. اصل السيفير بين في اي مكان في جسمك هو مثلا لغايه فوق على الجلد ده، لو فين من النوع الفاخر هيبقى معاه ريفلكس نوزيا بامب، ده من خلال ده من خلال ستيميليشن اوف ريفلكس ستيميليشن اوف فيجا نيرف العصب العاشر. فاذا وانس ان انت عندك سيفير بين في مكان ما معاه نوزيا بامبنج، اعرف على طول ان البين ده فعلا رهيب. اذا نوزيا بامبنج هيكون موجودين مع هذه الدرجه البين بتاع البلوتوما. اذا سيفير بيرستنج بين maybe referred to the temple, maybe associated with nausea and vomiting. Once إن إحنا قلنا pain for the moment نحط وراء ثلاثة complaints كمان في الفيديو، قلنا pain for the moment يبقى معاها إيه؟ electrostat, photophobia and lacination. إذا الثلاثة من شكتبهم طبعا تاني قلتهم كتير جدا، ده reflects to any pain. العيان كمان هيشتكي نظره قل. طب نظره قل ليه؟ حقيقة نظره قل لسبب انتوا اوريدي عارفينه، قلناها عند الراجل بتاع السينما في الفيديو، ان الراجل بتاع السينما لما نزل الاسامي على الشاشه ما شافش حاجه بسبب الكورنيا ليه؟ قديمه. اذا سبب قدام. لكن ايه رايك لما الموضوع بيطول بقى؟ ما هو ده جاي متلبس بتاع السينما قعد ساعه ساعتين والاكتاف فكت، لكن ده جاي قعد ساعات طويله، ساعات طويله ضغط عالي زق الكيميات كيكوس جوه الكورنيا طبعا هتكون اكتر، بلس انه كمان عمال يزق الورق على الاوبتيك نيرف فبدا يحصل اوبتيك نيرف اسكيميا. اذا سبب قدام كورنيا القديمة، سبب ورا اوبتيك نيرف اسكيميا، وكل ده بسبب الضغط العمال يدوس على كل الاماكن دي. اذا ديميوشن اوف فيجن تفسيرين كورنيا القديمة اوبتيك نيرف اسكيميا. في الحقيقه الساينز بقى مهمه جدا جدا بتاع هذه الستيج، والساينز انا لخصتها كلها في الرسمه دي. في الحقيقه انت لما لو ذاكرت كده الطريقه انا كده سهل الدنيا على نفسك، تمشي بطريقه سيستماتيك هتلاقي الامور سهله قوي. لو انت متخيل الباثولوجي ماشي ازاي، ضغط عالي وعمال يزق ويدوس وفاهم الميكانيزم اصلا جابت الاتاك، هتلاقي الدنيا سهله جدا. عندي الاول تو ساينز هتشوفهم في البيشنت بتاعك من قبل ما تكون من مكانك، الكلام ده قلناه في الكورنيا الالسر على فكره، هم نفس التو ساينز. تلاقي بيكون ورمة. طب ليه بيكون ورمة؟ عشان البني ادم مش عامل كده. لا يوجد علاقه طبعا ما بين ضغط العين والعين از يقول والايريس، لان ليه في نت قديمه عشان عامل الحركه بتاعت الاسباز دي ساعات طويله. فاذا كونتراكشن في العضله اللي هي موجوده اسمها اوربيتالز، فهتضغط على بلاد سبلاي ايريس فيحصل كونتراكشن قديمه. اذا كلام واحد. الساين دي هي نفس الفكره اللي قلناها في كون الالسر مع اختلاف الميكانيزم. العيان هيبقى عنده ساين اسمها سيريال كونجشن او سيريال هايبرين. فاكرين لما قلنا في كون الالسر كان هيحصل نفس الساين دي، بس الفكره ان انا في كون الالسر كنت عايز ازود البلاد سبلاي اللي رايح لليمبر كابيلاريز. الليمبر كابيلاريز في اطراف الكون في حالات الالسر كان المفروض لازم كميه اي ان ال اس كتير، فكان لازم الليمبر كابيلاريز دايريك، وبالتالي كان لازم الانتيريور كونجنكت هايبر دايريك، وبالتالي كان لازم الانتيريور سيريس دايريك. هنا الميكانيزم مختلف، عشان كده حتى انا ممكن اسمي الموضوع سيريك كونجشن. الفكره ان ضغط العين هنا وصل 50 وسعر. ايه رايك؟ دلوقتي الانتيريور سيريس عايز ادخل دم من جوه العين اجينست هاي بريشر، يعني مقاومه عاليه جوه. الدم يجي يدخل ما يعرفش، فيقف ستاجنت بره، يعني يقف مش عارف يدخل ستيزس، وبالتالي طالما الدم وقف هنا هيقف كمان في البرانشز او هيقف كميات دم زياده للبرانشز بتاعته. الانتيريور سيلر ده ايه؟ الانتيريور ايه؟ كونجنكتيفا. كلنا اذا بتبص حوالين الكورنيا كده 3 4 مللي تلاقي في مثلا دايليتد مليانه دم يعني لون احمر قوي. فاذا ده ساين اسمها سيجري، بس عشان تبقى اكثر دقه تكون كونجشن. انا حتى خدت بالك سميناها الستيج ايه؟ كونجستد، لان السبب هنا كونجشن ستيزس، يعني لان الضغط العالي مانع الدم انه يدخل، مش السبب انك انت عايز تزود البلاد فلو نتيجه وجود انفلاميشن او انفكشن. لا لا خالص، ده الدم وقف. اذا الدم ستاتيك، وعشان كده نسميها كده كونجستيف ستيت. اذا هيبقى عندي حاجه اسمها سيجري كونجشن. طيب بصوا معايا بقى الساين الثالثه كمان، نبدا بقى ندخل بقى في الاي جول نفسيها. خدتوا بالكم؟ ساين احنا عارفينها طبعا، كورنيا القديمه مش كده؟ انت هتشوف بعينك القديمه في كورنيا. الاي سي اخبار ايه يا جماعه؟ يعني هي اصلا عشان البني ادم بيجي له الاتاك دي اساسا، هذا النوع من الجلوكوما اساسا كان لازم تبقى شعر، وهو جاي لك متلبس، وهو اثناء التلبس او اثناء الاتاك بيكون عنده ايريس ايه؟
يعني في تشامبر هتبقى مور شعر، فدخلت اكستريملي شعر اي سي. يعني اذا انت بالنظر كده بالاكسبيرينس بتاعتك هتعرف. طبعا احنا في كلينك مع بعض اعلمكم ازاي نعرف الدبس اوف اي سي بسهوله جدا. لو كنت مخدم كان بيحاول يوريكم الموضوع ده وحسيت انه صعب انك تعرف الانتيريور تشامبر اذا كانت نورمال دبس ولا شعر ولا ديب، هتكتشف في الاخر الموضوع ده فيري ايزي ان شاء الله لما نعمله مع بعض. هاو تو اليسيت الساين مش مهم قال ولا ما قالوش، بس اكيد في ناس حاولوا يوروكوا، اكيد حاولوا يوروكوا اي سي دبس. بس انت واي نوت انك خدت رابط مش كل الناس، يعني تلاقي واحده معينه، لكن في ناس ثانيه يقولوا اه تمام احنا ما بناخدش حاجه خالص. لا انت بتشوف تعذره ما بناخدش حاجه فعلا، لا كلينيكال ولا عقل نظري ولا اي حاجه. والله واحده مريحه ايه، لا كلينيكال ولا نظري ولا اي حاجه، معيش في الحاله اللي تكون مصلحه. ايوه بشاور خاطر ما خدناش حاجه دكتور. احنا كل ما ناخد حاجه الناس كده الاول هم اللي هيعرفوكم في السن بتاعكم. ايوه بس تعرفوا بس هو دكتور حاتم اللي هو بتاع السكوينت ولا حاجه سكوينت انا امتحان سكوينت وبروفونا بكره. احنا ما دول بس اللي داخلين احنا علينا امتحان بكره. ايه احنا على حسب كل واحد ايه ده بجد والله ايه في امتحان هنا عندكم انتوا انا كنت عارف يعني ايه الايزي فارس على ستريم مش على ايزي كان عايز اخباره ايه هات وقع عشان بالترتيب اللي ايه انا كل فيها هنا في سي شال وستريم شال العايز بومبي. انت هتقول لي ده شال العايز ليه تقوس امامي اسميه عايز بومبي. نمبر 6 بقى البيبل. البيبل دي يا جماعه لوحديها قصه في الاورال. انت يو هاف انك انت تقول الديسكربشن اوف بيبل اثناء الاتاك بصوره تفصيليه وتبعت الاكسبلانيشن بتاع كل ديسكربشن اللي انت هتقول. بص البيبل طلع عليها ميد دايليتد او سيمي دايليتد بيبل. اذا ده اول وصف ميد دايليت. الوصف الثاني فيكسد. الوصف الثالث فيرتيكال اوفر. ولازم سيادتك تتعالج كل واحده منهم ليه. يلا بينا واحده واحده. اولا هيقول لك اشمعنى ميد دايليت يا دكتور؟ تقول له لان ذا بوزيشن ذا اونلي بوزيشن ات ويتش ذا فالتايل امباكشن اوف ذا لانس انسايد ذا بيبل. ده هو البوزيشن الوحيد اللي لانس هتتحش فيه وتسد البيبل 100%. غير كده لا. الفكره فين؟ بصوا ده شكل اللينس بتاعك، ده شكل اللينس المجسم. اكتر حته كونفكس في اللينس فين؟ اكتر حته كونفكس الايريا. شايفين الناكلز دي؟ طب ايه رايك؟ ينفع الجزء ده من اللينس يعدي من خلال البيبل وهي صغير؟ لو دي البيبل؟ لا. طب ايه رايك لو البيبل وسع بسرعه؟ ايه رايك؟ الحته دي هتسد البيبل؟ لكن ايه رايك لما تكون البيبل على قد الناكل بالظبط؟ شايفين؟ ده كده بقى عاشق ومعشوق يعني خلاص تايفنج فانكشن، ده كده مفيش الهفه ممكن تعدي. اذا واضح ان البوزيشن الوحيد اللي هيحصل فيه تايف انفكشن يعني البيبل هتبقى تايتلي بلوكد باي ذا لينس هو في البوزيشن ده. هتقولي طب ايه المشكله؟ يعني ايه اللي هيخلي اصلا البيبل بتاعتي توصل للوضع ده؟ للاسف كلنا والبيبل بتاعتنا بتوسع جراديوال غصب عننا، ده نورمال في السيارج. يعني البيبل بتاعتنا عارف لو بتوسع لايك ذس ما كانش اصلا حصل النوع ده من الجلوكوما اساسا، لكن للاسف البيبل بتاعتنا بتوسع كده. شايفين بتوسع ازاي؟ بص ده ببطء جدا، وبالتالي هنا بتقف عند كل بوزيشن شويه. فلما تيجي عند البوزيشن اللي هيحصل فيه تايب امباكشن كده البيبل اتقفلت، كده الايكوس اتحبس. فلما الايكوس اتحبس بدا يزق الاعير شويه قدام، وبدا ضغط العين ايه؟ يبيض اب، يعني بدا يعلى شويه. طيب اذا هنا واضح لو انا سالتك اشمعنى ميد دايليتد؟ تقول لي لانه it is the position at which the only position at which tight impaction of lens inside the pupil occurs، وبالتالي اتاك الجلوكوما اصلا مش وارد تحصل الا في هذا البوزيشن.
بما ان البيشنت بتاعي كامينج ان اتاك يعني جاي اثناء الاتاك يبقى هو لازم يكون جاي في البوزيشن ده مفيش غيره. طب يعني ايه فيكسد؟ بص اللي جاي هفهمك اكتر اول واحده. فيكسد يعني انت اي بيبل بتنور عليها بالنور ايه اللي بيحصل فيها؟ ما يوزز البيبل دي لو نورت عليها بتورش خمسه تورشز مع بعض جبت كشاف كبير من الكشافات الضخمه دي ضغطه في اي كده والله ما هتتحرك من مكانها هتفضل زي ما هي مش هتتحرك. فيكسد يعني نورت ريسبونسر يعني هتفضل متنحه على الوضع ده. ايه الفكره؟ استادي مهمه جدا 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 اتعملت ده. الاستادي بتقول ايه؟ as soon as الاي او بي above الرقم الكريتيكال ده هيبقى في اسكيميا في الايس اسكيميا في النيرف اندنج اند ماسلز اوف ايس. اذا لو ضغط العين عدى كام؟ 40 اسكيميا كامله. يعني اذا لا ماسلز ولا النيرف اندنج هتوصل وبالتالي انسى ان البيبل ده اتحرك من مكانه. وده يفسر لك حاجه مهمه قوي الاستادي دي. لو ضغط العين عدى 40 على فكره في اثناء الاتاك اللي هي الاكيد كونجستد ضغط العين ده بيعدي 50 كمان. فاذا هو اوريدي في اسكيميا حصلت من بدري جدا. اذا ده يفهمك حاجه قلتها لك عند الراجل بتاع السينما. فبين الراجل كان قاعد مع مراته جوه السينما ولما حس بوجع وصداع ولقى نفسه مش شايف كويس وراح بصص لها بقرف كده وخرج بره وقعد تحت العمود وبعدين اتاك ركز وواضح انه كان حظه كويس. ده لما طلع بره وقعد تحت العمود كان لسه طلع بره وما كانش لسه عدى الرقم ده. لو كان قاعد جنبها في السينما نص ساعه زياده بس والضغط عدى 40 لو كان قاعد تحت 10 عواميد مش عمود واحد كان هيضطر يجي لنا بس ساعتها هيجي لنا يعني. اذا هي الفكره ان كل واحد وحظه دخل في اتاك اتعرض لنور امتى؟ لو اتعرض قبل ما يعدي 40 الكاميرا هتقفل ولو الكاميرا قبل بص المنظر ايه رايك؟ بص اللي انت فاتت ولا لا؟ رجعت مكانها اتاك راحت خلاص. لكن لو فضلت قاعد في المكان المظلم ده والكاميرا بتاعتك فضلت واسعه لغايه ما عديت الرقم الكريتيكال ده للاسف هتيجي ان اتاك اسمها ايه؟ acute congested stage. اذا واضح كده ان ليه فيكسد؟ يبقى اذا اللي حصل ايه؟ بص السيناريو اللي حصل عشان تبقى فاهم. البيبل اصلا النورمال فيسيولوجي فيها وفي بتوسع بالرطب صح؟ ده النورمال فيسيولوجي. ولو هي بتوسع بسرعه ما كانش النوع ده اتفقنا حصل. فايه رايك؟ بدات البيبل توسع كده كان عادي. لغايه لما وصلت عند البوزيشن اللي حصل فيه تايب امباكشن اللي لسه اتحشرت قوي. فبدا ضغط العين ايه؟ يزيد شويه. يعني بدل ما كان مثلا 20 او 22 وصل مثلا 30. هو كده لسه ما عندهاش 40 بس ايه رايك؟ هو في حاجه اسمها اورور مان يعني اسكيميا كامله هي يعني مفيش اسكيميا؟ مفيش. ايه رايك لو يعني وصلنا مثلا ضغط 30 يبقى الريت اوف ميدريتس يعني اقصد الكوندكشن ثرو نيرف اندنجز هيبقى بنفس الريت وهيبقى اقل شويه يعني حاجه اسمها ريبت اسكيميا. فاذا البيبل هتنح في الوضع ده اكتر يعني بدل ما كانت هتوسع بريت بص 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 كده 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 تيجي هنا تقف شويه اكتر تقف شويه اكتر. ليه؟ لانها اول ما وصلت الوضع ده الضغط بدا ايه؟ يعلى يعني فحصل ريلاتيف الاسكيميا فالريت اوف ميدريس بقى اخطر فده ادى فرصه ان الموضوع يطول يعني البوزيشن ده يطول فضغط العين يبدا ايه؟ يبدا يعلى يعني. وكل ما كان يعلى كل ما الاسكيميا تبقى اعنف وبالتالي الموضوع يطول لغايه لما يعدي بقى الرقم ده وامس المعدل خلاص هو هيجي لك المستشفى هيجي لك المستشفى اتاك على طول فول لون يعني من الاكيوت كونجستيف ستيج. اذا مين دايريتد اشمعنى؟ ذا بوزيشن ات ويتش تايب انفكشن اوكرز. اشمعنى فيكسد؟ تقول لي انه از سون از الاي او بي 40 ملم ميركري ذير ويل بي اسكيميا ان ذا ايز. طب اشمعنى فيرتيكالي اوفر؟ في الحقيقه ده الوضع الطبيعي للبيبل بتاعتنا كلنا. لو انا قعدت اوسع البيبل بتاع كل واحد فيكم هنبص عليها وهي بتوسع تدريجيا هنلاقي اول ما البيبل تبدا توسع عند اي حد فينا بتبدا توسع فيرتيكالي قبل الهوريزونت. طب ده ليه؟ بصوا انا عايز اقول ايه؟ بصوا الثلاث رسومات اللي ورا بعض دول ادي ايريس بص البيبل وهي كونستريكتد كده وهي فولي دايليتد كده منوره لكن في النص اول ما تبدا توسع هتوسع كده الاول. ليه؟ في الحقيقه العضله اللي بتوسع البيبل عضله شكلها كده اسمها دايليتد بيبلينا. عضله راديال بتشد البيبل توسع خد بالك رغم انها عضله واحده لكن لما رسمت البطنيه عايز اقول لك وكانها تو سيبريت سيجمنتس. الحقيقه ده الواقع ان كل سيجمنت منهم ليه نفس سبلاي مختلف. هو سيمباثيك بقول لك ان البرانش اللي هيسبلاي تو برانشز مختلفين وواضح كده من كلامي ان الاستاذ بتقول
ان الفايبرز الفيرتيكال بيوصل لها امبلسز اسرع ريليتيف للهوريزونتال. فاول ما توصل امبلسز الفيرتيكال خالص تبدا في بتوسع كده، لكن لو استنيت شويه شويه الهوريزونتال هتكونتراكت، عشان كده وانت بتبقى صغيره خالص هي مدوره، ولما توسع نهائيا هتلاقيها مدوره. لكن في النص اول ما تبدا توسع مين اللي هيكونتراكت الاول؟ الفيرتيكال سيجمنت. دي اسمها ايه دي؟ اقولها ازاي في الاورال؟ لو سالتك في الاورال ليه بيبقى تبقى فيرتيكال الاورال، هتقول لي ديو تو سيجمنتال نيرف سبلاي اوف دايليتد بيوبيلي ماسل. يعني كان كل سيجمنت ليه نيرف سبلاي مختلف. وده طبعا لو انت خدتها باكج بقى، احنا اتفقنا الاتاك هتحصل امتى والبيوبيل في الميد دايليتد بوزيشن، يعني في بدايات ما توسع، ولما تبدا توسع مين اللي كونتاكت الاول؟ فالعيان يدخل في اتاك والضمادات العين يبدا ايه يحصل اسكيميا، فيجي لك متلبس بقى، يجي لك البيوبيل فيرتيكال جلوبال سيمي دايليتد، هو ده البوزيشن اللي الليش سدت في البيوبيل، ويجي لك بضغط معدل 50 وبالتالي البيوبيل هتبقى ايه؟ فيكسد. اذا مصر البيوبيل لازم تقوله نصك فيكسد ميد دايليتد فيرتيكال اوبل بيوبيل. طيب يلا نروح للترتيب، هنروح لمين؟ لا الليف هي الموضوع لو طول شويه يبدا فيها يحصل تشينجز كاتراكتس، تشينجز يعني يحصل كاتراكتس حاجه بنسميها هي ديبوزيت سما ابيض كده. وعلى فكره لو رجعتوا النهارده للشابتر بتاع الليف هتلاقوا واحد من الاسباب بتاع الكومبليكيتد كاتراكت جلوكوما، ومين هذا النوع من الجلوكوما اللي هو كلوز انجل تحديدا الستيج دي. اذا بدايات كاتراكت يعني وايد ديبوزيت، على فكره كلمه ديبوزيت جوه لينس ديبوزيت بنسميها فلاك او فلكه. اذا وايد ديبوزيت دي بسبب الجلوكوما مش كده؟ بنسميها جلوكوم فلكن. اذا جلوكوم فلكن يعني ديبوزيت وايد مش ديبوزيت ديو تو جلوكوما، اللي هي يعني باقوال اخرى بدايات كومبليكيتد كاتراكت. اذا بدايات كاتراكت انسايد ذا لينس بسبب هذا النوع من الجلوكوما. طب ضغط العين اخباره ايه؟ طبعا هو اللي عامل كده ضغط العين لما تيجي تقيسه، طبعا لو انت بتقيسه ديجيتال يعني بصراحه والطريقه رفعه هنتعلمها برضه في الكلينيكال، ها لما تيجي تقيسه هتحس انك عينك بتدوس على طوبه، يبقى عليه ستوني هارد يعني عين اندر هاي بريشر، فتديك احساس كانك بتدوس على حجر ستوني هارد. ده لو ديجيتال، لكن لو تقيسه بجهاز ضغط العين دايما معدل 50 في الاتاك دي توصل ستينات وسبعينات، رقم مرعب طبعا بالنسبه للنورمال فاليو. اذا كان الماكسيمم بتاع النورمال رينج 22، فلما اقول لك في الستينات والسبعينات انت بتتكلم على 2 فولز او ايفن اربع اضعاف الرقم الطبيعي، فانت بتتكلم على ارتفاع يعني مذهل او رهيب في ضغط العين. يلا بقى عشان نروح لنمبر 9 اند 10، دول بقى تيبس اول بيجيب رجلك بيهم، فانت لازم تبقى فاهم كويس قوي عشان تعرف تجاوب. السؤال الاولاني يقول لك اخبار الاوبتيك نيرف هيد ايه؟ طبعا عادة بتاخدكم الحماسة وتقول اوبتيك نيرف طالما ضغط عالي وعمال يدوس وانت عارف المعلومة اصلا المدى بيقل عشان ده اسكيميك، فهتروح تقول لي على طول اخبار اوبتيك نيرف كان فاهم يعني اوبتيك نيرف اسكيمي. طيب انت لما تجاوب الاجابة دي انت مش غلطان كنتيجة، لكن هو انت عشان تشوف الاوبتيك نيرف اسكيميا لازم تعمل حاجة اسمها فاندس ايفاليشن فحص صناعي. طب انت هتشوف فحص صناعي ازاي؟ وانت لسه كنت عمال تقول لي ان في كورنيال كريم، انت كده بتقول كلام متناقض مش كده؟ بليز لما اسالك اخبار الاوبتيك نيرف هيد ايه؟ قول لي اتس ديفيكولت تو بي اكزامينت، يعني صعب جدا. ها؟ عشان اسالك سؤال اقول لك طب لو انا نفسي اشوف اطمن على الاوبتيك نيرف اعمل ايه؟ هتقول لي انستيل الرقم جلسترين، حط نقطه جلسترين على الكل. الحقيقه جلسترين ده هايجروسكوبيك يعني هيسقط شويه ميه، حط نقطه جلسترين شويه ميه هنا هتطلع اوتسايد ذا كورنيا، فالقديمه ريلاتيفلي هتقل فالترانسبيرنس بتتحسن فاقدر المح الاوبتيك نيرف. بس الكلام ده هيبقى مؤقت لان في ايكوس غير اللي انا سحبته ده هيدخل تاني بعد كام دقيقه. اذا انت هتحط نقطه جلسترين ترانسبيرنس بتتحسن دقيقتين ثلاثه تبص بسرعه تشوف الاخبار ايه، ثاني ترجع الدنيا تشبر تاني يعني الكون ترجع ايزي تاني. طب هتلاقي ايه؟ لو انت عايز تبقى شكلك احلى الاول هتقول لي الاوبتيك نيرف ركز في الكلام هيبقى سوال ده احمر و انت كنت مستني ان انا اقول لك ان اوبتيك ديسك هيبقى اترافيك وبين مش كده؟ ده النتيجه اللي هيوصلها في الاخر. لا لا هو في اول اول كام ساعه هيبقى هايبرانيك وهيبقى ادابتس. ايه الفكره؟ الفكره هيمو داينامكس يا جماعه. حاجه يا جماعه؟
طيب الفكره ايه دايناميكس؟ يعني بصوا دلوقتي لو عندي ارتري كابيلاريز فيز قالوا كده الضغط بيدوس على هذا الفاسكولار سيستم اوف اوبتيك نيرف هيبقى مين الاول؟ الفيز صح؟ هنا يحصل قفلة الدم يبقى استاجنت في الكابيلاريز فالانت كابيلاري بريشر يزيد فيحصل اديما يبقى استاجنت في الارتريولز فتلاقي الديسك هايبرامك لكن لما الضغط يفضل في ازدياد مستمر بعد شويه هات مين؟ ده كمان هتقفل ده ولما ده يتقفل ندخل في البالور وقعد فيه اذا في الاول اول كام ساعه هلاقي الديسك واقف لوحده بس الضغط ده طبيعي هايبرامك سوال الديسك عشان انت كده اخدت الفينس درينج بتاع هذا الاوبتيك نيرف هات او الاوبتيك ديسك ليتر اون هتلاقي فيل واسكيمي لكن طبعا لو انت عايز تقول فيل واسكيمي او اسكيمي او فيل ديسك طبعا هو مش غلط عندي نتيجه نهائيه بس انت لما تقول حاجه تفصيليه يعني بالتفصيل احسن ده يكون افضل كتير السؤال برضو اللي فيه لعب شويه بيقول لك اخبار زاويه العين ايه ايه رايك الانجل اخبارها ايه قفلت الاندفاع هو ده الاندفاع اللي احنا مستنيينه منك عشان نبدا نستقبل قفل الطلب مقفول طيب هسالك سؤال بعد كده هقول لك كلوز بقول لك حلو هو انت بتشوف الانجل ازاي قول لي ما يوسف انت كده خلاص وقعت يعني عملت لك الفرق وزيت الطعف وجاي معايا بقى قعدت بوليوسكوبي بوليوسكوبي دي انت فاهم يعني ايه بوليوسكوبي يا دكتور ابدا بقى اشتغل فاهم يعني ايه بوليوسكوبي قول لي يا ابني عدسه بتتحط علشان انا مش هينفع اشوف الانجل اقول لك حط عدسه كونتاكت يعني حط على الكورنيا وبعدين انت مستني تبص جوه المرايه اللي في العدسه انت تقعد تشرح لي بقى عشان اشوف بقى الانجل من خلال مالك هيعملوا عنده كورنيا كتير مش هتشوف حاجه وعيان جاي واقع في عرضك يقول لك ابوس ايدك وجع ملبسه عرضه في عينه لو ابوس ايدك تشيل النور اللي في الاوضه وتحضر النور في عينه واصلا عامل لك كده وتحضر له النور بالعافيه كل ده عشان تشوف انجل مالها انت عارف من قبل ما تعمل الفحص انها مقفوله ايه ده؟ ايه العذاب ده؟ ده انت عايز انديوس مور بين عايز تزود النور عشان تعمل الفحص مش هتعرف تعمله اصلا عشان الكورنيا القديمه وانت اوريدي عارف نتيجته ها ايه رايك بقى؟ شفت نتيجتك جت ازاي؟ انت مش فاهم حاجه خالص بقى، اذا كنت بتجاوب في الاول صح انت كده عكيت الدنيا في الاخر. فاذا بليز لو انا سالتك اخبار الانجل ايه في البيشنت ده؟ قول لحضرتك انا عارف انها كلوزد من كل الساينز اللي انا قلتها قبل كده. ان الضغط المعدي 50 ان الايريس بومبي البيت دايركت فيكسد بيبل عرفت ان انا اتركه في كلوزد انجل لكن اي ويل نيفر دو كوريوس. شوف الاجابه يعني هتقول ايه تاني؟ انا عارف ان الانجل كلوز من كل الكريتيريا اللي انا قلتها قبل كده لكن I will never do gonioscopy اروح قايل لك ليه؟ تقول لي I will see nothing due to presence of cornea in edema. اذا اوعى لو سمحت تغلط الغلطه دي اذا تو اكزامينشن تو ميثود اكزامينشن صعب جدا تعمله واحد ممكن تعمله لو حسيت ممكن تنسين اللي هو فحص الاوبتيك نيرف هات الثاني لا فوربيدن اصلا لانك كده كده متاكد من نتيجته يعني اذا كنت انت عايز تطمن على اوبتيك نيرف اتدمر ولا لا معاك حق تعمله لكن ده انت محتاج تعمله ايه؟ انت تقدر تحلف ان الانجل مقفول يبقى انت بتتعب العيان بتعمل تيست انت عارف نتيجته على ايه تعمله اذا دي الساينس بتاعتي اذا الساينس سهله جدا لو انت بتخلي الرسمه دي قدام عينك كده في خيالك هتلاقي نفسك بتقدر تطلع كل الساينس بسهوله جدا اهم عايز بليز البيبل للمره الثانيه طب ده فيديو بحاجة تمشي على ريتم كده. ايه الاحتمالات؟ ايه المصير بتاعك؟ ايه الفيل؟ يا اما يجي لك في الوقت المناسب هتلحقه فالعكاك تفك وخلاص ويعدي محطة الخطر يا اما يتحسن او العكاك تعدي بس يقلب للستيج اللي بعد كده ونعرف ازاي يقلب يعمل الكرونيك ستيج يا اما يتنيل يعني هو كده لما قلب الستيج بعد كده اتحسن قال اسمها كرونيك ستيج لما يتنقل وين الستيج دي؟ للابسوليوت يعني وصل للعمى يعني حصل توتال اوبتيك اتروفي يعني ايه الابسوليوت ستيج؟ اذا الفيت سيكف يا يتحسن نسبيا يبقى كرونيك يا يتدهور نهائيا ويقلب ابسوليوت وهنعرف مين التو ستيجز دول في الاخر كلمتين كلمتين على كل واحده منهم لانهم مش مهمين اكشن يلا تريتمنت بقى عنده ازاي؟ لازم اسمعك في الاورن بتقول لي نمبر 1 هوسبيتاليزيشن احنا قلنا على الاستادي زمان وهقولها للمره الثانيه مش عارف ضغط لين يا جماعه لو استمر ل 50 فقط 50 يومين بس ده وقت كافي جدا جدا ان الاوبتيك نيرف يحصل فيه توتال اتروفي
تخيل عيني تمام It's matter of two days ده لو وصل 50 وانا هنا بكلمك على ضغط 60,000 و70,000 يعني اقل من يومين كمان ويتعس عشان كده الموضوع لا يحتمل انك تجرب تعالج عيان في بيته لان ممكن يجي لك ثاني زياره ضاعت عيدا hospitalization وبعدين عايز احط في دماغك معلومه مهمه جدا treatment of this type of glaucoma طالما هي مشكله في الاناتومي اي ديزيز على فكره في تشينج في الاناتومي هو اللي بيجيب المرض يبقى لازم تعدل الاناتومي بجراحه يعني لازم سيرجيكال انترفنشن اذا التريتمنت اوف كلوز انجل بكل الستيجز دي واحنا هناخد لما كانت الاثنين على كل واحده من التو ستيجز في الاخر دول لازم التريتمنت اسينشالي سيرجيكال وهنا اي كان نيفر دو اني سيرجيكال انترفنشن في عين ضغطها 60 و70 يبقى لازم الاول كنترول الاي او بي ماسك كده إذا number two بعد hospitalization I have to control the IOP medically لكن لازم أحط لنفسي end time إن شاء الله جرب في medical treatment 3-4 أيام براحتي بقى لا ده لازم أحط لنفسي لازم أسيطر على condition ده 24 ساعة maximum عشان أنقذ أكبر قدر من الأوبتيك نيرف أكسونز مش كده؟ إذا medical treatment maximum 24 hours طبعا كل ما كنت أسرع كل ما كان أحسن وهبدأ هنا عكس المعتاد هبدأ هنا بسيستميك تريتمنت دايما لو ترجع كده لكل التشابترز اللي بتاخدها بعض اريدوسايكلايز توبيكال كورنيال ألسر توبيكال كونجنكتيفايتس توبيكال كل توبيكال لكن هنا البدايه لازم التركيب باي ذا واي لو جالك سؤال زي ده اسم ده سؤال اخطر سؤال نفسي ليك في هذا الموضوع هذا التشابتر على الاطلاق هو تريتمنت اوف كلوز انجل ستيج دي تحددها هي شخصيه اكيد كونجنكتيفايتس لو كتبت كل حاجه صح بس بترتيب ملخبط صدقني هتاخد زيرو لان العلاج بتاعك مش هيجيب نتيجه على فكره ده حل في اي ايمرجنسي يعني اي عيان جاي لك ما ينفعش مثلا تحط نفسك كده تفكر بعقلك كده سيبك انت لسه اول مره تسمع الموضوع ما تعرفش عنه حاجه فانت تخيل كده لو واحد جاي له كارديك ارست وجاي لك داخل على طول وخلاص بين ديفاي تفتكر انت لو نفسك تعرف ايه السبب ها نفسك تعمل مثلا انجيوغرافي نفسك تعمل ايكو ها تفتكر هو كده خلاص هيموت يا جماعه هو هو عامل له كده يروح عامل له ايه الاول يا اخي شوف هتصحي القلب ده ازاي هتعيشه ازاي تديله ادرينالين ولا القلب ولا تعمله ايه بالظبط ها ولا عشان يعيش بعد كده لما يعيش يبقى اعرف ايه اللي عامل كده لكن لو عكست مهمات مش كده نفس الفكره لو انا عكست الترتيب هيتعمل يعني اذا الترتيب مهم مش بس اللايت هبدا بمين سيستم عندي مدرسه من اثنين اختار لي عجبك فيهم ايذر نمبر 1 كاربونيك اند هايدريز ان هيلث حاطينهم دول ولا عرفان عنهم؟ احنا قلنا في 80% من تصنيع الايكوس اكتف و 20% باسف ال 80% الاكتف كان هذا الانزيم اللي اسمه كاربونيك اند هايدريز دي دور محوري في الفورميشن او في الميكانيزم فورميشن اوف ايكوس عشان كده لما هدي انهيبيتور لهذا الانزيم كده انا هبقى فيري افكتيف خصوصا كمان لما دي انترافينس فيري فاست مش كده؟ اذا هدي انترافينس كربونيك انهيدريز انهيبيتور دايماكس ودايماكس ده عباره عن اسيتازولامايد اللي انت عارف الاسم الفعال او الماده الفعاله اسيتازولامايد ده في صوره دراج كده كوميرشلي معروف اسمه دايماكس ده 500 ملي جرام مره واحده انترافينس بس واي نوت بعد ما دي الحقنة اي دي اديله الراس كمان اسيتازولامايد يعني راس سيداماكس مثلا 250 ملي جرام بالمناسبة يا راس السيداماكس دي بتاخد اربع مرات كل ست ساعات فانا اللي بيحصل اكشن اول ما يجي لنا المستشفى دي الحقنة وقرش ست ساعات وقرش تاني ست ساعات انا 24 ساعة يكون خد اربع في راس من السيداماكس دي مدرسة اكشولي احنا ما بنعملش كده في مصر على طول نرجع للمدرسه الثانيه اللي هي فيري افكتيف ومور فاست اللي هي هايبر اوزموتيك ايجنتس الحقيقه دول سحر خلال نص ساعه ضغط العين بيقل اكتر من النص يعني لو كان 60 70 نزل 30 هاي هايبر اوزموتيك ايجنتس دول على راسهم هايبر اوزموتيك ايجنتس البانيتول سمعتوا عنه قبل كده البانيتول ده محلول 500 سم في منه تركيزات في تركيز 20% وتركيز 25% عارف يعني ايه 20% يعني كل دي سم فيهم 20 جرام من طول ما هو 20% مش كل 100 ولو هي 500 سم ازازه
يبقى يضرب 20 في 5 يعني في 100 جرام مانيتول. ولو التركيز بتاع المانيتول في السوليوشن 25% يبقى كل 100 فيهم 25 جرام. الدوز قد ايه؟ من 1 ل 2 جرام في 2 جي. يعني اقيم وزن البني ادم كده لو قدام حوالي 75 80 يبقى محتاج 75 جرام. يعني لو الازازه كده انا بس بعرفه الفكره. احنا قلنا مثلا لو التركيز 25% يبقى كل 100 فيهم كام؟ 25. يبقى انا عايز اديله 75 جرام يعني محتاج اديله 300 مش كده 300. يعني لغايه فين؟ اركب الازازه المحلول في الحامل جهاز وريد ده بيتاخد انترافينس ايزن دريفت واركب له جهاز وريد امشي بقى السوليوشن واعلم من المريضه كده عن الازازه ولا لغايه هنا بس. اول ما توصل للمارك ده وقفل كده يبقى هو خد الدوز اللي انا عايزه. ده اذا كل المطلوب من حضرتك تعرفه ان دول الميثود اوف ادمنستريشن انترافينس انفيوجن التركيز بتاعه 20 او 25% الدوز 1 ل 2 جرام بير كي جي. في بقى دواء برضه هايبر اوزموتيك بس بيتشرب اورال زي الجليسرول اللي هو الجليسرين. وانا هحكي لكم تجربه شخصيه في الاخر لما كنت مره الجليسرين ده مع بيشنت اقول لكم ايه اللي حصل بالظبط. جليسرين ده بيتشرب ده تركيزه 50% الدوز 1 جرام بير كي جي مش مهم الدوز المهم تبقى عارف انه بيتشرب اورال. تمام. الثالث ايزوسورفايد ده بيتشرب اورال. المهم اللي احنا بنستعمله برضه عشان تبقى عارف ان انا جنبه على البول عشان انت لما قلت غير احنا موافقين يعني هو مانيتول ده مثال هو ده اللي فعلا اكشوالي يوزد. مش معنى بقى ان هايبر اوزموتيك ايجنتس بيشتغلوا ازاي مين اسمهم هايبر اوزموتيك يبقى هيرفعوا اوزمازي او فيه بلازما وبلاد يعني اذا البلاد بتاعي هيبقى مركز. والميزه في الهايبر اوزموتيك ايجنتس ان هم ما بيسيبوش الدم وينتقلوا للتيشو فلويد يعني يفضلوا في الدم لغايه ما يحصل لهم اكسكريشن عن طريق الكلى. كل مكان هيعدوا عليه هيسحبوا منه ميه. هل ده اللي انا عايزه في العين؟ تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. بص معايا ايه رايك لو الدم اللي في الكورايد هنا زي بقيه الجسم الدم كله بقى مركز الدم اللي في الكورايد هنا بقى مركز عارفين ايه اللي هيحصل؟ هيبدا الدم ده يسحب ميه من ده من الفيتروس. فالفيتروس ده اللي هو يمثل تلتين حجم العين قد البلوه ينكمش ويصغر جدا ساعتها ضغط العين هيقل جدا يتوسع. ده الدواء الانتي جلوكوما الوحيد اللي اشتغل على فيتروس هيومن. كل الادويه الانتي جلوكوما يتقلل الفورميشن اوف ايكوس يتزود الدرينج اوف ايكوس الوحيد اللي انا مستني اسمعه منك في الاورال تقول لي المين ميكانيزم اوف اكشن بتاعته انه بيوزدروتر فروم فيتروس يعني بيأندر جو فيتروس دي هيدريشن. فالبلوه اللي في العين دي اللي تمثل تلتين الحجم تصغر قوي هو الهايبر اوزموتيك ايجنت ده المين ميكانيزم. طبعا هنا سيرتك هتبدا تتوتر وتقلق هتقول لي الله انت زمان قلت لنا المعلومه اللي عندنا الفيتروس ده ستيشنري يعني مفيش حاجه هتصنعها. طب لما الفيتروس اللي قد البلوه ده يصغر وبعدين كده العيان فقد الفيتروس فوريفر انت فاهم غلط. ده الفيتروس ها ده مكانه سؤال دي حجمه فلما يصغر قوي حجم الضغط بيقل جدا. لكن خلي بالك انت فاهم غلط انا بكلمك على فوليوم نوت اماونت. عارف نفس النظريه بالظبط لو انتم موجودين معايا هنا في عدد ثابت بس خدت بالكم انتم قاعدين كل واحد على كرسي ما ينفعش اكتر من كده قلت لي واخدين سبيس معين جوه القاعه. لو انا طبقت عليكم نظام ريجيم قاسي كل واحد فيكم هيبقى كده ساعتها ممكن تبنوا سبيس اقل من كده لان انتوا بقيتوا نفس العدد بس حجم اقل. لكن لما ترجعوا تاكلوا تاني هترجعوا نفس السايز تاني. كده عايز اقول ايه؟ انا سحبت ميه من الفيتروس لكن الموليكيول زي ما هي. طب بعد شويه الميه هترجع تاني هيرجع لنفس الحجم تاني. اذا انا ما غيرتش الاماونت انا غيرت الفوليوم. فهمتوا الفكره؟ اذا هنا انا سحبت ميه من الفيتروس والكلام ده مؤقت خلي بالك الضغط هيقل لغايه لما الماده اللي في الدم دي يحصل لها كليرنس اول ما تمشي من جسمي عن طريق الكيدنز وتنزل في اليورين الفيتراس تاني هيرجع يسحب ميه من الدم ويرجع للبول تاني. فالكلام ده هيبقى كام ساعه بس الضغط هيقل فيهم طالما انا ما عرفتش الايه؟ السبب. اذا ده حل مؤقت. اذا هايبر اوزموتيك ايجنت اوعى تنسى المين ميكانيزم از تو ويزدرو ووتر فروم فيتراس. لكن فوق البيع فاكرين يا جماعه لما قلنا ايكوس فورميشن كان 80% اكتف و 20% باسيف. 20% باسيف كان جزء منهم معتمد على الديفيوجن.
اذا الايكورس كان الطبيعي بينزل من هنا من السيدري بادي في ناحيه اتجاه البوستيريور تشامبر. هتقول لي طب لما الدم يبقى مركز جوه السيدري بادي كمان ينفع السيدري بادي يسحب ايكورس بالعكس؟ ابدا. اهو الابيثيليوم في السيدري بادي ده وان واي تو جو، لازم يصنع كده بس ما ينفعش ياخد بالعكس. هتقول لي طب ايه اللي هيحصل؟ لما الدم هنا يبقى مركز جدا الديفيوجن هيقف، يعني جزء من ال 20% هيقف. هو ال 20% دول كانوا معتمدين على الديفيوجن والالترا فلتريشن. فاذا لما الباسيف فورميشن نسبيا يقل، ايه رايك؟ دي حاجه افكتيف ولا مش افكتيف؟ لا انت بتقلل في 20% هيبقى بدل 20 هيبقى 10 يعني. يعني اه هيقل الضغط بس مش هي دي مش ده اللي بنستنيه في الحقيقه. الاساس تاني معلش انت دلوقتي الطبيعي ان الايكوت بينزل من السيلي بادي في اتجاه التوسيل شيل باسيف فيها 20%. 20% دول جزء منهم معتمد على البريشر جريدينت او الديفيوجن. دلوقتي لما يحصل ريفرسال وزود الكونسنتريشن جوه الدم، يعني ده بقى مركز اكتر، يبقى كده حصل ريفرسال. المفروض الطبيعي لما الدم يبقى مركز اكتر الايكوس يرجع بالعكس، بس ده مش هيحصل لان السيلري بادي سيليم سيكريتوري. فبالتالي الدم مش هياخد او الايكوس مش هيرجع بالعكس اتجاه السيلري بادي، لكن على الاقل الميكانيزم اسمها ديفيوجن دي هتقف. فلما توقف يبقى انت قللت شويه في الباسيف فورميشن، بس ده مش هيكون مؤثر قوي. المؤثر اكتر من الحد هاي مين؟ من البيس. اذا التو لاينز ستابك هتختار ايهما؟ ايذر ان سيادتك تبني كربونيك ان هيدريت انهيلد انترافينوس او تدي هايبر اوزموتيك ايجنتس. طب الهايبر اوزموتيك ايجنتس دي اديها كم مره؟ ده انت مره واحده بالعافيه، اوعى اكتر من كده. ليه بقى؟ Once عشان انت زي ما الدم سحب ميه من الفيتروس، الدم سحب ميه من كل مكان فيحصل هايبر بوليميا. فمؤقتا كده قبل ما الميه دي يحصل لها اكسكريشن عن طريق كبد الضغط هيعلى شويه. فاذا اوعى تديها بني ادم اصلا هايبر تنسر. كمان الدم لما زاد كميته لفتره زمنيه الدم ده مين اللي هيزقه؟ القلب. ده كده فوليوم اوفر لود على الهارت. اوعى تنسى اصلا ان الايد بروف اللي بيجيله عدد نوع من الجلوكوما دايما معدي 60. اذا اوعى تديه بني ادم عنده هيستوري اوف هارت فيل. كمان احنا بنسحب ميه غصب عننا، الدم هيسحب ميه من المخ، يعني بين سيلتي هايدريشن. ايه رايك لو راجل عجوز ده كان عنده نيورولوجيكال ديفيسيت؟ انت كده بتزود النيورولوجيكال بروبلمز اللي عنده. اللي هيخرج الميه دي كلها من جسم مين؟ الكدني. وبالتالي ايه رايك لو انا عندي بقى نيل وما اكثر الميلز عندهم بروستاتيك هايبر، فبالتالي عنده بلادر نيك اوبستراكشن. عشان كده انا لازم اتاكد بالهيستوري اذا كان البيشنت ده بيباس يورين كويس ولا لا. لو لا لو ناوي اديله اللاين ده لو سمحت علق له كاتيتر، ركب له كاتيتر علشان تطمن ان البلادر تبقى ايفاكويتد كويس، والا لو ممكن يدخل فراكشر بلادر. اذا دي مشاكل، عشان كده ما بنضافش قد العيله دي غير مره. الجليسرين بقى كنوع لوحده، احنا قلنا من الدكتور ممكن الجليسرين اورال. الجليسرين بقى لوحده كده ده كوم تاني. الجليسرين ده اولا اكستريمي نوزيشن. الجليسرين بتاع الجسم حد جرب يفوق مستحيل طبعا. اولا سليبري كده حاجه مقرفه جدا. ده بلس انه مسكر لدرجه اكتر من عسل ابيض على عسل اسود على كام علاقه سكر. عارف لو جبت ميكس كده حط في الشاي ده بقى. لو جربت الشاي اصل انا بص انا هقول لك مدر بيشنت جاي من حوالي هي انا طول الوقت معانا بني طول، فطلعت النبي مظهر ان انا اجرب الجسمين ده. قلت ما هو يعني هو ابروف يعني مش هجربه عشان اشوف افكتيف ولا انا كنت بس هيحصل. فجبت الجلسين. على فكره كل الكتب وكل الليترشر بيقول ان الجلسين ده لازم تحصل عليه ليمون اصلا ليمونتين ثلاثه كده عشان يعني تقدر تذوقه اساسا. حطيت عليه ليمونتين ثلاثه كبار وبعدين جمع صوره ماكو النهارده ما يبقى انت ليه؟ صح حاسس 12 ونص دي طبعا. طيب حصلت ليمونتين ثلاثه فعلا وجيت ادور على طرف معلقه كده والله بعد الليمونتين فعلا طعم مسكر اكتر من عصر ابيض. العصر اسود على كام علاقه سكر حاجه مرعبه يعني. فاديت المهم يعني انا قلت هكمل الاخر. اديت الميكسر ده للراجل عجوز كده راجل غلبان قوي. فخد اول هو
شفت فيشل اكسبريشنز ما شفتهاش في حياتي. هو خد الزفه وبالظبط عمل كده. حلو بتاع ده التاني كده وبدا بقى يعاد له. طبعا انا خلاص كنت هقع راض من ده. انا لما جيت اضحك عشان ما اضحكش ما ينفعش اضحك وشه فقلبت جدا قلت له هنهرج ما جاش هو هو جديد بقى ده دواء ده هو هو دواء مزاجك في الشغل. قال لي ما هوش مور. قلت له انا عارف مش فاهم قلت له شغل على طول. واحد الراجل كان غلبان جدا سمع الكلام بس كان نازل. انا الحقيقه لما قلت له خلاص كده اتلخص من دينه ظهر طبعا سمع صوته عمال يويو فعلا. قلت له اوعى ترجع. هو فعلا نزيف. هو اصلا المرض ده اساسا معاه نزيف فين عنده. عشان كده انا ما بفضلش خالص الجلسين ما بفضلش حاجه اورف عيالين زي دول. انا سمعت عنده اساسا نزيف عادي. فقال لي مش قادر. قلت له عادي لو رجعت انت حر ما تفهمني امسك نفسك. فضل بقى الراجل اتعذب. قلت والله انا هعملها تاني حرام يعني. الراجل فعلا صعب عليا قوي. فاذا الجلسين مشكلته انه ايه الربع ساعه جلسين فرسيه لوحده كده فاليو فيتنج طبعا في جزء ضامتي. وبالتالي كده لما خدت البيت من الجلده اللي اتعملت كده لو حصل ضامتي كده بقت توزت. الحاجه الثانيه ان مشكله الجليسرين لو بيشن دايابيتك دخل في كوما على طول. لان الجليسرين كله هيبقى ميتابولايز انتو جلوكوز الحقيقه. ده بلاد جلوكوز ده الحقيقه هتصورها مرعبه. فكان لازم اتاكد ان البيشن بتاعي مش دايابيتك قبل ما اديله الجليسرين ده. اذا دي دروباكس بتاع الهايبر اوزموتيك ايجنت. يا ريت انت عندك خلفيه عنها عشان في ناس بتسال عليها في الاورال. اذا سيستميك تريتمنت هبدا بمين او مين؟ ايدر كربونيك انهيدريت او هايبر اوزموتيك. طيب خلاص ادينا العيله دي وبعدين هبدا ادخل بقى التوبيكال. وعلى راس التوبيكال فايلوكارتين 19 دي العيله اللي معاهم نفسها. بفضل احط فايلوكارتين افري بوسكيت. في الحقيقه انا مش عارف ليه احنا عاملينها ازمه عندنا في مصر. يعني في ناس تقول لك افري هاف ان اور. ده كان الاديشن القديمه بتاعت الاسم. وبعدين لما عدله قال لك افري كوارتر اوف ان اور. يعني كل سايتس على مستوى العالم بيقول لنا افري 5 مينتس. مش معنى 5 مينتس اظن ان هم عندهم قلنا 5 مينتس ده الافريج تايم لاي اي دروبس عشان تبقى توتالي ابسورد. فواضح ان انا عايز افضل ادي 5 ورا بعض ورا بعض بدون انقطاع. يعني هي مش هتفرق لو انا الخمس دقايق او ربع ساعه مش هتضرني في حاجه وربع ساعه بقت نص ساعه. بس انا عايز ابقى فيري فريكونت عشان ابقى اسرع افكتيف. اصل انت تخيل لو هتحط فايل كل نص ساعه وانت اصلا الهايبر اوزموتيك ايجنت دي اللي اديتها انا هتوطي ضغط العين فور اورز فانت عملت ضيع وقت. انت خليك فيري فاست. وطبعا هنا المينيمم بتاعي او المينيمم بتاعي عشان اقدر ابقى اظن خمس دقايق فخليها كل خمس دقايق علشان لغايه لما البيبل تكون ستيت. يعني انا ده اللي بنعمله اكشوالي. ده بروتوكول حط نقطه تاخد خمس ست سبع دقائق بكتير. حط نقطه ثانيه قبل ما تحط الثانيه بقى لازم تبص على البيبل. فممكن من اول جرعه البيبل تكون قبل خلاص. لو لسه حط نقطه ثانيه واستنى خمس ست دقائق بص على البيبل. لو لسه حط نقطه ثالثه ان شاء الله تحط 10 مرات. ابدا حط لغايه لما البيبل ايه؟ تكون ستريكت. وبعدين اول ما تلاقي البيبل كونستريكتد قرر انك انت بعد اخر جرعه كل ست ساعات تحط نقطه بقيه اليوم. اتفقنا تريتمنت ميديكال دي فور هاو لونج؟ اونلي 24 اورز. بس لازم اول ما تطمن البيبل قفلت. وانس ان البيبل قفلت انت عديت بره الامان خلاص. العيان كف. هو انت قلت ان المصري مش فيها سبان؟ هو طبعا انا سالت جزء. معلش يا يارا احنا بنعمل ايه يا مشاكل؟ احنا دلوقتي مش فاهم الموضوع ايه. مش فاهم الموضوع. استنى احنا بنقول فين؟ طيب مش فاهم انت ساعه في جلسين لسه سايبه ولا لا يا حته كويلو كاربين. طيب احنا دلوقتي معنا خلاص السيستميك تريتمنت. هبدا توبيك مين بقى؟ فايلو كاربين. فايلو كاربين ده عايز دروبس ما يعطيك تكتب في البيبر. الدور بتاع فايلو قد ايه؟ واضح ان انا هشيل فيري فريكونت دوز لغايه لما البيبر التارجت من البيبر التاني. عشان انا عايز هيحصل اول ما تقفل تقفل همشي على مينتنس اربع مرات. فور افري يعني قد ايه هدي بقى الفايل فريكونتي؟ نقول افري 5 مينتس انتل ذا بيبل ايه؟ كونستنت. وده اول ليمت ان شاء الله تقضي 10 مرات 12 مره كل خمس دقايق. المهم عندك الفايل بيبل تقفل. طب هل لما البيبل تقفل الاتاك راحت؟ اه الاتاك راحت. تعالوا نحسب بقى ازاي لما البيبل هتقفل الاتاك هتروح. ركزوا معايا في الميكانيزم اوف اكشن الفايل اللي مهمه قوي. ايه رايك؟
لو انا جيت بني ادم زي ده مش واجعني محتاج شكله كده ركز معايا ولا طيب ايه رايك في البيبل اللي كان عامله كده اولا اول ما البيبل تقفل يبقى اللينس رجع فكينا ولا يبقى البيبل دي بلوك ليف مش بس كده اول ما البيبل تقفل الاتجاه يتفرج ولا يعني اذا الوضع ده لو البيبل قفلت خلاص بقى كده خلاص انا تكرع اذا الميوزس كلمه ميوزس انت كسبت بيها حاجتين ريلي يو هاف ريليف اوريدي البيبل بلوك كمان يو ريليف الانجل كلوجر لان الايرس بومبي اتفرد مش كده؟ اذا انا رجعت الاناتومي بتاع الانفير تشيمبر نورمال تاني رجع للنورمال الاناتومي تاني لكن فوق البيعه فوق البيعه كمان لما الايرس اتفرد زمان كده لما اتكلمنا على الايرس قلنا على سطح الايرس بتاعنا لو ده ستيل الفادي اهو كريبتس فاكرين كان فيها ايرس كريبتس حفر كل ما الايرس يتشد كل ما الكريبتس دي تبقى مور وايد ولما كريبس تبقى مور وايد ده بيزود الابزوربشن في فاكرين يا جماعه ده الطريق اللي اسمه يوفيو سيرا الاوت فلو ده اول درس قلناه في الكومه كمان قلنا اليوفيو سيرا الاوت فلو اللي اكونت من 10 ل 20% من الايكواس دريج هيتحسن عن طريق الايرس كريبس اذا تو ميكانيزم اوف اكشن حصلوا بسبب البايلوكاربين على مستوى الايرس الاولاني هو ده الاهم وكان يكفيني هو ده الاولاني ان الايرس اتفلت فالبيبلري بلوك بقى ريليف اللينس رجعت مكانها والانجل كلوجر بقت ريليف ايريس بومبي ريليف وبالتالي كده رجعت الاناتومي نور فوق البيعه زودت كمان اليوبيوس ريفال اوت فلو بصوا كمان هستفيد بتو اكشنز على مستوى السيريالي بس وبعدين احنا هيسالك انا السؤال اللي سالته لي بقى شايفين المصل دي فاكرينها؟ انت انتقلكم مع الكونجنتال جلوكوما قلت لكم نورمالي عندنا مصل اوريجينيتنج من ايبكس وسيريالي بس ماسكه في السبارت ده النورمال اناتومي العضله دي ما بتكونتراكت بتشد الاسبير باكورد فالتي ام ده بيبقى ستريتشد فالفتحات دي بتبقى مور وايد العضله دي سبلاي بباراسمباثيك انيبيشن واصلا البايلو ده باراسمباثيك مش كده بيستيميليت الباراسمباثيك اذا اللونج تيود السيلري ماسل لما هتبقى ستيميليت هتكون على الاسبير باكورد تشد الاسبير لورا اند ذيس ويل وايدن السبيسز اوف ايه كنت انا فده بيفاسيليتيت الايكوس اوت فلو ده كمان العضله دي هتكونتراكت يا جماعه مين دي دي اللي ماسك فيها الزنيولز اوف لانس دي اللي سميناها سيركولار سيل المصل بالمناسبه العضله دي لما بتكونتراكت انت بتخلي الزنيولز العكس وده اللي كان بيحصل في الميكانيزم اوف اكوموديشن دي لها تعنيه دلوقتي اكتشفنا ان احدى الافكتس اوف ذيس مسل كونتراكشن انها بتدوس اثناء الكونتراكشن بتعمل كومبريشن على السيل اللي بدل فلما تكمبرس على السيل البادي الريلاتيف للبلاد فلو يقل ولما البلاد فلو يقل يبقى ايكوس فورميشن ريلاتيف هيقل ايه ده يعني اذا انا عندي كمان تو تايمز اوف سيلري ماسلز الكونتراكشن بتاعهم هيساعد ان الضغط يوطى اللونجيتيودنال لما تكونتراكت هيشد السبير باكورد ده بيوسع السبيس اوف فونتانا السيركولار ماسل اوف سيلري بادي لما تكونتراكت هتكمبرس السيلري بادي ارتريولز اند ذير فور ديكريزز الايكوس فورميشن كل ده حلو قوي اربعة اكشنز اذا اثنين على الايس اثنين على السيل اللي بدل لكن الاهم اللي انا ما كنتش عايز غيره اصلا ما كنتش منتظر غيره ان الايس يتفلت كده والبيبل تقفل فاللينس ترجع مكانها والانجل تتفتح وهو ده الاساس هو السؤال بقى لما هو البايلو عمل السحر ده رجع كل حاجه نور مش سؤال اورال بقى احنا هنسالهم ليه اصلا ما بدأناش بيه ها مين هجاوب بقى؟ ما انا سالته ليه ما بدأناش بيه؟ عشان ال 40 طول ما ضغط العين فوق ال 40 في سيفير اسكيميا في الايرس ادي من هنا للسنه الجايه بايلو كارتين انس يشتغل فكان لازم الاول ادي حاجه من الاثنين دول سيستميك توطي ضغط العين حاجه تمنع الايكوس فورميشن او حاجه تزود تقلل الضغط عن طريق انها تسحب ميه من الايكوس الفيدرس اسيد فالضغط يقل فينزل تحت الرقم ده فلما ينزل تحت ال 40 سيادتك لما تيجي تنزل البايلو دي نتيجه اذا الترتيب هنا مهم يعني سيادتك لو انت تفطر ذهنك كده بالبيشنت جايلك المستشفى واديته بايلو من الاول ان شاء الله تقعد جنبه يومين والله ما هيشتغل لان البيبل فيكسد فكان لازم الاول تدي سيستميك تريتمنت تلور الاي او بي الرقم اللي جايلك 60 70 تدي بقى مانيتول ولا جليسرين ولا كاربونيك انا ادريس تنزل تحت ال 40 فلما تيجي تدي بايلو يجيب النتيجه اللي انت عايزها ولما البايلو يجيب النتيجه اللي انت عايزها ضغط العين خلاص بقى نورمال كل حاجه رجعت للنورمال اناتومي
طيب اذا يعني ايه رايك فايل الترقيم من البدايه ما كانش اصلا يعني في حاجه ما بتديه صح كان الاول لازم تبدا من طول الاول وبعد نص ساعه كده من اعطاءك من طول العيان تبدا تفكر في خط الفايل لكن عارفين انا اول ما بشوف البيشنت في اطره ثانيه توبيك لازم احطها على طول ده مين دي اطراته مراحل او اي دروبس مين اللي لما اشوفه بيفضل قاعد معايا مره عمال بيكون هناك هو مش هيكمل أو مشوف. very frequent steroid eye drops. شو معنى steroid؟ أثناء ضغط العين، ضغط الزوز، بيزق على كل حاجة including the eyes. أثناء الأفتاكس من الفريشة اللي بيحصل على الأيريس هيحصل some sort of iritis. تأثناء الأيريس. الأيريس لو منتحك هنزل إيه؟ إكسلنت. إحدى components of excellent fiber. والفايبر ده ينزل. فاكرين يا جماعة؟ بيحضر معايا من الاول عارف كويس قوي ان لو الايريس انفلامد وبينزل اكسلت الاكسلت ده يعني فايبرين ممكن الايريس يلزق في اللي قدامه في الكوني فاكرين الاتصال ده سميناه ايه؟ بريفرال لان نهايه الايريس انتيريور مع اللي قدامه اللي هو مين؟ الكوني سايليكا يعني اكيد اخد رايكم في حاجه بقى الباس البريفرال انتيريور سايليكا في بني ادم عنده ايريتس بس يعني الايريس في مكانه خدتوا بالكم المسافه بينه وبين الكورنيا قد ايه؟ يعني محتاج تحط فايبر او معجون او اكسل كتير قوي عشان يلزقوا بعض. لكن ايه رايك لما يكون الايريس اوريدي لامس الكورنيا اثناء الاتاك وبيطلع اكسل وفايبر اسهل هنا يلزق ولا لا؟ اسهل جدا لان السطحين قريبين ولامسين بعض. اذا فكره الباس هنا نسبه حدوثها عاليه جدا ولا لا؟ اذا طالما هناك كلوز انجل جلوكوما الاتاك اللي اسمها acute congestion يعني البيشنت اثناء الاتاك عنده ايريتس انا بخاف جدا جدا من حدوث peripheral anterior cellulite عشان كده انا بدي ايه كورتيزون from the very beginning steroids to prevent the pass peripheral anterior cellulite اذا ده قانون كورتيزون is a must اذا الاثنين topical هما المهمين في الحقيقه بايلو مع كورتيزون بس الاثنين دول مع بعض لكن السيستميك ايضا او طيب خلاص ايه رايك اسمعوا السيناريو عشان تفكروا معايا جالك البيشنت عيادتك اسف المستشفى عيادة مفيش عيادة خلاص مش المستشفى حجزتكم على اخره مانيتوري يعني انا جبت من الاخر على طول اخترت الهايبر اوزموتيك ايجنت علقت المانيتوري خد الجرعه بتاعته فعلا خلال نص ساعه الضغط اقل عن الرقم ده فرق يديله بايو والفايلو قفل التوفي خلاص انا تبي رجع طبيعي تاني وكمان اديله كورتيزونات علشان اقلل او امنع حدوث كميات او مساحه كبيره من البريفرال انتيريور سايليكا او يا ريت تمنعها خالص كده الموضوع خلص العيان سلم عليه تقول له روح ولا محتاج تكمل العيان ده خلاص هو من حيث الاتاك اللي جالي بيها فكر لكن تضمن انه يروح النهارده يتعرض لضلمه الفيبل توسع تاني ويدخل في اتاك مره تاني ده ولا يحصل اذا ده انا كده ما خلصتش انا كده حليت الموضوع بتاع دلوقتي لكن بكره تاني بعده النهارده ممكن يدخل في اتاك مره تاني عشان كده اي بيشنت بليز تخلص معاه الميديكال تريتمنت يو هاف تو دو جو ان يور سكول اذا انت عايز تبص على مين على الانجل طب ابص على الانجل ايه عايز ابص على الانجل اشوف اذا كان حصل باس ولا ما حصلش ولو حصل حصل في مساحه قد ايه اوعى تنسى ان العلاقه ما بين الكوريا والايريس الزاويه 360 درجه فانا عايز اشوف الايريس ده لزق في اللي قدامه في كام درجه كام قد ايه من السيركمفرنس هل 20% بس من السيركمفرنس ولا اكتر ولا 180 درجه اذا انا عايز اشوف الباس مينيمال او مش موجود ولا اكتر من 180 درجه بصوا لو اكتر من 180 درجه باس يعني اكتر من نص الزاويه مقفوله هفكر بطريقه مختلفه عن لو مفيش خالص او اقل من 180 درجه ايه رايك لو مفيش خالص او السينيكيا 20-30% من السيركمفرنس بتاع الزاويه تروحوا لا اعملوا ايه بقى بريفرال هو ده اعمل له الفتحه اللي في الايريس البريفرال ايدك مفيد اعمل له طريق زياده يسمح للنور الايكوس من الفراغ قدام فلما تعملوا طريق زياده حتى لو الجنس بتاعته اتحصل بعد كده ولا تقلق خلاص انت عندك اكسترا روت اهو
حد دخل فيه ده اذا الكلام ده هيبقى افكتيف امتى؟ لو السانيكليا مش موجوده خالص او لو موجوده في مساحه قليله جدا يعني جزء صغير مقفول لكن الماجوريتي اوف انجل مفتوح. لكن ايه رايك لو اكتر من 180 درجه او كل الانجل مقفول؟ لو مقفله حتى لو زي دي الفتحه دي فقط اصل المنظر بنور الايكوس من ورا لقدام لكن يا فرحيه الايكوس بيعدي من ورا لقدام لكن زي ما بيبقى هنا بيتشرب هو هيطلع هنا مش هيعرف يخرج صح كده مش خارج هنا ولا هنا فضغط العين يبدا يعلى. اذا ساعتها اعمل ايه بقى؟ ساعتها لازم اقطع الثاني كده واعمل فتح وصل الايكوس فين؟ العمليه اللي فاكرين مش هتطلع في الاخر شفنا الصوره بتاعتها الاكسترنال فيستولايزنج سيرجري او السابسكليرال رابيكريكتوم اللي انت بتاخد فيها الايكوس من جوه العين وصلوا تحت مين؟ كونجنكتيفال سبيس وقلنا حسب كونجنكتيفال بحليله كده فاكرين؟ اسمها كونجنكتيفال لابلا فاكرين الكلمه دي كونجنكتيفال ايه؟ لابلا. اذا اللي حكم في قراري الجراحي مش انا قلت بدايه كلامي ان التريتمنت بتاع النوع اللي اسمه كلوز انجل لازم جراحه؟ اذا انا كان لازم اكمل التكنيك بتاعي او التريتمنت بتاعتي بجراحه. اللي حدد نوع التدخل انترفنشن هو الجونيوسكو. لو الجونيوسكو قالت لي نو باس اعمل بريفرال ليزر اي رادوتومي احسن يعني يوزنج الجاك ليزر. لكن عارف لو مفيش جاك ليزر مش افيلبل او احيانا بنقابل ناس مش اوبن يعني كل ما اجي اضرب بالليزر عشان افتح الرايش اعمل ايه كده يا ابني اثبت يا ابني اهمل مفيش فايده اكل الريسك بقى اضرب بالليزر هو بيتحرك ايه؟ اروح الاقي مش هحط كورنيا ولا احط له لينس ولا ابوظ الدنيا؟ لا لا طبعا مش اوبن اعمل نفس الفتحه دي بس السيرجيكال. اذا واضح ان الليزر هو بديل مشرط مشته انك انت هتعمل الفتحه دي قطعت في الايرس بس ما دام بتفتح العين. فاذا الليزر يعتبر سيرجيكال انترفنشن ولا لا؟ اذا في كل الاحوال سواء ما كانش في ساينيكي او في ساينيكي انت عملت جراحي عملت انترفنشن حلو الانترفنشن ده كان لا يجوز ان انا اعمله بوجود ايه؟ ضغط عالي. لو انت ناوي تعمل الاولاني ده والضغط عالي اولا انت مش هتشوف الكورنيا القديمه صح؟ عشان تفوكس على الاقل تعمل فيه فرق دي اول نقطه. النقطه الثانيه هتعمله ازاي وانت مش عارف اصلا قد ايه في ساينيكيا يعني الفاس قد ايه حصل فبالتالي هنا ما كانش ينفع اعمل ده. طب الثانيه ينفع افتح فتحه كامله في عين نقطه 70 ينزل مره واحده زيرو؟ لو انا عملت كده هيحصل اكسبانسيف هامورج. فاذا لازم الترتيب اول هوسبيتاليزيشن سيستميك تريتمنت الاول وبعدين توبيكال ولما الضغط يبقى نورماليز اعمل جونيو وعلى ضوء النتيجه القادره هتدخل ازاي؟ يلا خد السؤال الاخير بقى الاورال في الحته دي. اورال كده انت عندك زاويه مقفوله بفايبروزيس صح؟ ايوه تعالى بص الانجل احسن لك الانجل هنا مسومه هنا عندي فايبروزيس كده باس مش كده بس باس ما بين الايس والاورال. طيب انت عايز تسلك هنا يلا حاجه كده ملهاش علاقه صغيره قوي يعني حاجه لو انت عايز تفكر انت مع نفسك فاكرين عمليات اللص عرضتها عليكم في الكونجنتال قلت لك ان احنا ممكن نطلب نفتح بجونيوتومي فاكرين؟ هنا لا يجوز جونيوتومي. جونيوتومي انت كنت بتفتح في ميزوديرم ممبرين في عيل صغير وقلت لك ده ابنورمال ممبرين اصلا مش موجود عندك فهتفتحه مش هيحصل له هيلينج لكن لما يكون ده فايبروزس هتفتحه هيقفل تاني فاذا لا يجوز جونيوتومي ما جربش اصلا هتفشل. طب العمليه الثانيه ترابيكولوتومي طالما اوتومي يعني برضه هيجيب تاني فايبروزس فاذا لازم ادخل ارفع فلاب وادخل اشيل ضغط وارجع الفلاب علشان الايكو في الاخر يمشي كده كده ويروح تحت مين؟ تحت الكونجنتال. فهمت الفكره؟ دي اسمها ايه؟ اكسترنال سيستولايزنج او ده اسمه تاني سابس كيرال ترابيكولوتومي. يس انا عشان كده بقول لك انا مش هعمل ده الا لو اصلا مش سينيكيا او لو السينيكيا واخده من السيركمفرنس اقل من 180 درجه يعني اقل من نص الزاويه. الستانس بتقول لو عندي اكتر من نص الزاويه مفتوح 180 دي اور مور اوبن فكفايه جدا ان الايكوس يعرف يخرج بطريقه طبيعيه وضغط كانولي. فاذا لو انا عندي سينيكيا واخده مثلا 90 درجه 100 درجه 120 درجه فانت هتكتفي بس انك تعملي فتحه في العايز عشان تضمني ان الايكوس عارف يعدي من ورا الايه؟ لقدام فما يدخلش تاني في قصه الايرس بوم ليه؟ ما يدخلش اتاك زي كده فهمت الفكره ازاي؟ طيب كله معايا ولا في حد؟
يلا اعمل سؤال اول نفكر فيه براحه كده. جالك بيشنت السؤال ده ليه علاقه بالاي كيو ولا علاقه بالعلم؟ لا لا حاليا حاليا الاي كيو بقى فينا. هو الاي كيو موجود في اي وقت. الاي كيو بقى فينا دمرونا الاي كيو بعد كده تسالونا في الاي كيو. انت اصلا دمرتوا الاي كيو. لنرفع قضيه اي كيو. طب انت في جن؟ انا بلعب بلاي ستيشن بس. انا مستعد العب 10 بولات واعد الكور كالرز في البوله العاشره. دي حاجه جامده مش عارفها ما يعرفش يلعبها مش عارف يعني. طيب طيب لا لا اقصد ممكن اتعلم بروجرام عايز تركز يا حاجه بالمذاكره مفيش حاجه احنا بنلعبها في الراوند ده بنلعب راوند بنفتح بوده بنفتح في الراوند بوده اصلا يا عم ده لما بتلعب بتلعب عمرك بتلعب بجد يا عم ركز معايا لو جالك بيش ايوه عنده اتاك حجزته على اتاك من التوب اديته بايلو كارتين التوب الاخر عملت له بنجاسكو ما لقيتش عنده سايليكي حظه حلو عملت له بريفرال ليزر اي رضافني سلم عليه قول له روح انت تمام كده ولا لسه عايزه حاجه تاني ايه حاجه تاني اكيد راح كده وقت ورا يعني اكيد كده صار ورا ده كده انت صح انت اكتر كل ما يعني خلاص مش بقى عامل الحمد لله ايه ده هو ده السؤال ده تعيده مش عارفه لما يدفع اخر ساعه طول طيب خلاص سؤال جاوب كده ايوه حضرتك عايز تعمل ايه مش فاهمه يروح طالما يروح ولا لا او شكله يروح مش هيروح يعني مش هيروح مش هيروح هو ده السؤال لازم نطلع منه بصلاحه طبعا بالنسبه لي اختبر ولا تطفي له النور مثلا دي يا دكتور مثلا ايه دي كورنر لا ما فيش حاجه هو العين تمام زي الفل زي الفل ودفع الفلوس اللي عليه خلاص يقعد بس يوم احتمال قعدوا في الاوضه في النوم ايش هتضطر انت الناس اللي بيصعب عليك في يوم واحد قعد في الاوضه في النوم ايوه ايه عمل الاتاك قعد في ضلمه وعندي ايه شعره ودخل في اتاك انا هشوف التدخل كده وانا ايه خليه ليه عشان نفس اللي حصل ده ايه حصل ده ايه خلاص خلاص عندي اهو اهو والله فتحنا عيوني اهو خلاص انت تقول بقى احنا مش نطفي النور والله مش نطفي النور نستنى لما الدنيا صحيح الدنيا تضلم بالليل ونروح يمكن مثلا هو ساكن جنبي انا فاكر ليه انا عايز اظلم الاوضه بتاعتي روح النهارده ما شاء الله فاضي في الجلسه عملت له كل حاجه خلاص روحوا بقى بس كده بس هو واضح كده ان الصفار واضح بس الصفر الستاف اللي بيمتحنك بيسالك على بني ادم يونيك مش موجود منه كتير عنده تو ايز مش انسايد لوب بعين واحده فسالتك عملت له عين فلسك تكلمه على الثانيه شفت له اللي جاب له هنا انت اللي روح يجي له في الثانيه في مستناش لما يجي له بقى بالمره اقول له كده ليه ما كلمتوش مش قادر صدفه غريبه جدا تسالك ناس معقده تطلع ناس عندهم حاجه غريبه ايوه انا بقى اروح اجيب له طفايه اقول له طب ما ده لوجيكي ده لوجيكي ايوه ده لوجيكي ما هو مش لوجيكي بني ادم جات له اكتر من اتاك من اول معيد
اول نوع بتاع السلم ده مش لازم يكون كل مره سلم، مره سلم مره دخل يقرا اباجوره مره مش عارف دخل ينام ملوش نوم، فكل مره كان بيجي له اتاك لكن دايما حظه ينور النور اتاك تفك. بس ايه رايك اثناء الاتاك يحصل كده صح؟ تقعد ساعه كتير وانت فك لوحدها، واثناء الاتاك بيحصل سان سورت اوف ايرايتس، وطالما ايرايتس في اكسلنت طالما اكسلنت يبقى في فايبرنت، ففي جزء من زاويه العين قفل بسايكيا. فلو ده الايرايتس مثلا بعد اول اتاك انترميتنس الجزء ده قفل، فالاتاك جت وفكت بما ان في جزء قفل، لو كان ماشي ضغط تقييمه البيزك بتاع مثلا 14 فمثلا بقى 16 او 17 ما هو لسه تمام يعني الانجل معظمها مفتوح. جت له مره ثانيه اتاك، وده كله متخيل يعني اتاك اجهاد بقى صداع نصفي، ما هو الناس دي الناس اللي حصلها الموضوع ده اصلا فانا معدل 60 تمام يلا بقى الباب الاتاك الثانيه جزء ثاني قفل، فالضغط من مكان 18 مثلا واحد وصل ل 20 21 لسه ويز نورمال، هو لسه ما وصلناش ان 180 درجه قفلت، فشويه ثاني اتاك ثانيه حصلت فجزء كمان ايه ده يعني كل مره تيجي اتاك جزء بيقفل جزء بيقفل. بس خد بالك الضغط بيعنا بقى قد ايه، يعني كان هنا عالي 3 4 من البيتا ميركوري هنا 3 كمان، هنا بدانا نعدي النورمال وصلنا مثلا 25 او 26. جات له مثلا في مره اتاك من النوع ده قول لي يا الله انت لسه قايل النوع ده لازم جالك المستشفى. يا سيدي دي وحجزت وعملت له كده وبعدين كده وبعدين لغايه لما تقول له يلا بينا اعمل لك فحص بالبونيوسكوبي هيقول لك ماشي. هو فحص عملت الفحص لقيت فيه لقيت بقى كده بقى ما هو جالك بعد ثلاث اربع مرات مره محتاج جيم لبست قعد بقى جالك المستشفى فقلت له لا انت بعد ما شفته لقيت انا في جزء كمان قفل بعد الاتاك اللي هي الاخرانيه دي اللي هي كانت من النوع ده. بتقول له بص حضرتك انت عندك التصاقات في زاويه العين بقى والالتصاقات دي معناها عمليه. العيان يا اسطى يكفر بيه يعني الاتاك اللي كان جاي بيها السيفير بين راح العلاج بتاعك الميديكال جاب نتيجه. فتخيل حاجه من اثنين، لو مستشفى خاص حرام عمليه بقى قال لي بقى نظريه المؤامره، لو مستشفى ده القص العيني انا شايف طلبه داخلين خالفين بعدين جربوا تكلموا فين؟ يوسف يا سيدي والله ابدا مفيش فايده ما تضغطش بقى خلاص قول له خلاص هتخرج اعرف بقى ان انت عندك التصاقات ضغطك عالي دلوقتي يعني ضغط المره دي بقى بص مثلا 30 وبعد الزياده دي هتفضل ماشي بضغط عالي والضغط ده هيدمر لك في العصب البصري ولما العصب البصري يتدمر بالتدريج هتتعيني. فانا بعرفك هتمضي على اقرار انك خرجت على مسؤوليتك مع اني نبهتك وحذرتك من المخاطر ومنها كذا وكذا وانك انت وليس علي ادنى مسؤوليه، لكن انا عشان انت مسؤوليه يخرج بقى يحصل له ديسيموليشن فيلد افكت لغايه لما يجاني انت كده مراعي انك انت كاتب وهو مضى ان تبلغ بالكلام ده. طيب اذا ايه رايك بعد كل اتاك من دول ضغط العين كان بيعنى ان بتوين ارقام قليله ولا عن البيزك؟ بيعنى ارقام قليله. فالاعصاب اللي في الكونيا انت بتتعود على الضغط الجديد، يعني لو اتعودت على 18 بتتنقل ل 21 22 تعود على 22 فبتتنقل ل 26 نقله بسيطه. ايه ده يعني اذا واضح ان النوع ده اللي هو بيقفل كل شويه حته حته الضغط بيعمل جرادوال والدي نو تايم وبالتالي دول لا. وكمان بما ان الاكزون في الاوبتيك نيرف بتتضرب جرادوالي فاذا مش هيحصل دروب اوف فيجن سريع فالعيان بيتسرق من الاوبتيك نيرف الاكزون جرادوالي. فايه ده كان البني ادم ده عنده الترايان بتاع الجلوكوما ده ضغط عالي بيعملوا دامج في الاوبتيك نيرف مع فيلد افكت بالتالي بس وداوت سيمبتومز لانه مع الضغط دي يعني بارقام ايه ثقيله قوي. ده شبه بالظبط النوع اللي هنبدا فيه ان شاء الله بكره اللي هو اسمه اوبن انجل جلوكوما. النوع اللي اسمه برايمري اوبن انجل جلوكوما الضغط فيه عالي يدمر من غير سيمبتومز. وهنا السؤال بقى الاورال سؤال اورال بيقول لك يا دكتور هناك نوعين من الجلوكوما فيهم ضغط عالي مع دامج في النيرف مع فيلد افكت واسيمتوماتيك بيشنت مين دول؟ دول النوع اللي اسمه برايمري اوبن انجل واي ستيج
chronic stage of closed anger. يقول لك بكلمة واحدة تفرق بينهم ازاي؟ هو جونيوسكوبي. اعمل جونيوسكوبي لو لقيت باس يبقى ده chronic stage، لو no باس يبقى ده على طول ايه؟ primary open anger. طب علاج chronic stage ايه يا جماعة؟ كورونا ستيج طالما في سانيكا محل ايه؟ لسه نقول اكسترنال فيستولايز. ليه ما فرقش ما بينهم بين ده فيسل ده مش فيسل وده فيسل؟ ما فيش، ما هو دلوقتي ما فيش فيسل. ولو اتكلمت عن هيستوري الهيستوري معاه ممكن يخدعك. ما هو قد يكون عنده هيستوري وما حطكش في هابت مايجرين مثلا اللي تقطع عيني بتوجعني اه كنت بصدع. هنا هيستوري عامل كده فاذا الزيليك اللي انت شايفاه الفاصل اللي ما فيش بعده كلام جونيوس. طيب؟ اخر ستيج بقى اسمها ايه يا جماعه؟ ابسوليوت ستيج. ده البني ادم بقى اللي بيعافر وبيقاوم. ده بني ادم جات له الستيج دي خد مسكنات البين قل شويه مع المسكنات لكن لسه مستمر، رفض ينزل، الضغط فضل عالي فضل عالي لغايه لما عدى الكريتيكال تايم الاوبتيك نيرف بتاعه اتدمر بالكامل. لو فضل قاعد مرابط في بيته ناخد مسكنات او قد يكون بيروح لناس بيشخصوه غلط. المهم فعلا فضل 3 4 5 ايام كونتينوس للضغط معدل 50 اوبتيك اتروفي. فاذا جاي لي بلايند بينفول اي يعني النظر راح وفضل الوجع زي ما هو. لما هيجي لي المستشفى اول حاجه اقول له للاسف انت جيت متاخر، انت جيت عندك تمور كامل في العصب البصري بسبب الضغط العالي، وعلاج اللي هبدا اعمله دلوقتي هو علاج لازاله الالم فقط لكن الفيجن نيفر. ولازم امضي على اقرار قبل ما امد ايدي، لان لو انا مديت ايدي وبعد كده طلع هو يروح يشتكيك يقول لك انا كنت جاي بشوف هو العمالي، لازم يمضي ان هو فروم ذا فيري بيجنينج. حطيته عليا في المستشفى هو جاي نوم في قلب انه عيبه لا ترى الضوء ولا يوجد امل اصلاح النظر، نظر الدمور كامل في العصب البصري. ده ايه؟ وهو داخل المستشفى عشان ما يجيش يتبنى عليه تقول لك انت العميل وبعدين ابدا اعالجه بقى. طيب قبل ما ابدا اعالجه انا كاتب لك كلينيكال بيكتشر كتيره، سيبك منها اصلا دي مش موجوده اساسا. لكن ايه رايك؟ ليه بقول لك سيبك منها؟ هو مش دي هي البدايه دي؟ فاعتبرها هي هي. بس اللي حصل ايه؟ هنزود حاجتين عشان تبقى انت اورينت. درجه الاديمه في الكورنيا ايه؟ كتير هتزيد لان الموضوع بقاله ايام. درجه ان الاديمه هتوصل الاكسيلي، تعرف حاجه اسمها الاكسيلي البولي. ممكن ترابشر فيحصل انسر، اذا مشكله على مستوى الكورنيا انسر. اللينس قلنا فيها بدايات كتره مع اول كام ساعه، تخيل بقى بعد ايام تبقى توتالي اوبين. يعني توتال كابتن. الاوبتيك نيرف اللي قلنا فيرو ايسكيميك هتكتب توتال كابتن. كفايه اول ثلاث علامات دول. اذا الثلاث علامات اللي هيزيدوا على بقيه الساينز اللي اوريدي موجوده في الاكيوت كونجستيف انك هتقول لي كابتن تبقى توتال الاوبتيك اتروفي كومبليت او توتال اتروفي مع ممكن كورنيال السرز. طب العلاج اضيع له الالم ازاي؟ بص اول طريقه سايكلو ديستراكتيف. ده مين السايكل ده؟ سيليا ريفايس. سيليا ريفايس يا جماعه موضوع اسمه ايدو سايكلايتس من ساعه ما قلنا سايكلايتس سيليا ريفايس كده. ده انا هدمر مين؟ عايز ادمر المصنع اللي بيصنع الايكوس عشان الايكوس فورميشن يقل. هتقول لي يا سلام، هو لما الايكوس فورميشن يقل ضغط العين هيقل ويرجع للنورمال او يعني يبقى الورقه راح؟ فكر كده معايا. هتقول لي الضغط اللي بقاله ايام مش زمان الايرس لزق 360 درجة بسينيكيا يعني الايكوس مش ممكن يخرج. هتقول لي حتى لو قللت الفورميشن الضغط هيبقى نورمال ازاي؟ لا ما انت لما تقلل الفورميشن وعندك طريق لسه شغال اوعى تنساه لو سمحت. ده طالما الطريق بيصرف كمية قليلة بس التصنيع قليل الضغط هيبقى نورمال. بعمل ايه بقى؟ باجي في الحقيقة العيان بينام على الشاي ده من عندي او قلت طب بس العمليات في الحقيقة لان ده المفروض الافضل ان حكرة الفايتر باجي كده بجيب بروب متوصل جهاز كرايو. اذا اول طريقه للدستراكشن كرايو سايكلو كرايو ثيرابي. لما اسمع كرايو يعني فريزنج. احط البروب كده واحد ملي ورا ليبس، واحد ملي ورا ليبس على فكره يعني فوق السيليا بدري بس من بره. هدوس على الكود سويتش درجه حراره البروب توصل 60 درجه في الصفر. بابلاي بقى 180 درجه. 180 درجه يعني بدمر نص السيليا بدري فكده بتقلل الفورميشن للنص. واحيانا
بحتاج لو الايام بعد 180 درجه دول لقيت الضغط لسه عالي في بين يعني عنده السقاله اكيله 180 درجه اللي بتفضيه. اذا ده اسمه سايكلوكراين. ده بالفريزنج. في طريقه ثانيه بالحراره اسمه سايكلو دايثيرمي. الطريقه الثالثه سايكلو فوتو كوايجوليشن ده يوزنج الليزر. وده نوع ليزر جديد اول مره نسمعه. احنا سمعنا عن مين قبل كده؟ يعني ده كنا بنتكلم في ليزر. الليزر ده اللي هنسمعه دلوقتي ده بيرنينج ليزر. ده اللي بيطلع باور نار او حراره عاليه جدا اسمه دايود ليزر. اذا هنا سايكلو فوتو كوايجوليشن از تو ديستروي سيميلي بادي يوزنج دايود ليزر. ده حل. الحل الثاني غريب شويه. بدخل بسمي ابره تحت العين بشيل سلسكيلوم ايليت كده وابدا امشي الابره بتاعتي فلاش تو ذا فلور بوردر لغايه لما سن الابره يختفي كده. لما سن الابره اختفى ده معناه ان انا عديت العين بتاعتي. يعني سن الابره بقى هنا كده. اعمل ايه بقى؟ ريترو بالبر انجكشن اوف 70% الكحول كحول 70%. انا عندي ورا العين هنا جانجليون اسمها السيليري جانجليون دي بيعدي فيها كل الاعصاب اللي داخله العين. فمحن كحول ورا العين انت بتعمل ديجنريشن في هذه الجانب. يعني ديجنريشن في كل النيرف سبلاي اوف ذا اي هول. مين بقى النيرف سبلاي؟ اي مين هنا اللي انا كنت عايز اضمط هي السنسوري اللي هم السيلر نيرفز ده تاخد تدي احساس. مش انا عندك كان جاي يقول لك في بين يا دكتور في الستنج دي فانت كده ضيعت له الاحساس. انت ما جيتش جنب مين؟ سبت الضغط عالي ما بيفرقش معاك. ما هو ضغط عالي هيفرق في ايه؟ طالما الاوبت نيرف اتدمر خلي عالي بس كده. البين اللي عنده راح وكان جاي يشتكي من الم ما بقاش فيه الم. هتقول لي وبعدين؟ هو الكحول ده هيدمر السيلير جانجل دي فور ايفر؟ مش اخره خمس ست شهور وترجع تشتغل تاني. تقول لي يا سلام يعني كل شويه يجي لك بقى تقول لي انا كل خمس شهور مثلا ست شهور؟ لا لا غالبا مش هجيها تاني. ليه؟ اصل انت سبت الضغط خلي بالك من غير وجع ها؟ العيان هيفضل عايش بالضغط العالي شهور. والضغط العالي ده عمال يعمل ايه في العين بقى؟ لا مش دي ولا ده لكن ده بقى ده بيزق على مين كده؟ ده يعمل بريشر اتروفي يعني السيريال بادي من جراء الضغط العملي في عصبه هو كمان هيتدمر فيحصل كانك عملت سايكل وستارت بروسيجر بس خليت الضغط هو اللي دمره بريشر اسكيميا بريشر اتروفي وبالتالي العين دي ضغطها هيقل بعد كذا شهر من غير ما تحتاج تدي حقنه مره ثانيه. ده بالعكس انت عارف العين دي هيحصل فيها ايه؟ هتدخل في سيفير هايبوتوني اب تو اتروفيا بالباري العين ده ما تنكمش. سيفير بالي اولى راوند هيتضمر بالضغط العالي هيبطل سمع ايكوس خالص فتلاقي الكوره بتاعتك عماله تكش. تعرف انك دخلت في حاجه اسمها اتروفيك ستيج. اذا انت عايز تزود ستيج هنا كمان ممكن تحط ستيج خمسه على فكره اسمها اتروفيك ستيج. لو سبت الضغط عالي العين دي هتضمر وهتصغر وهيبقى ضغطها قليل اسمها اتروفيا بالباري اسمها اتروفيك ستيج اوف جلوكوما. لو انت عايز تزود ستيج كمان اخر اوبشن انت هتستغربه قوي هشيل العين خالص ارميها في الباسكت انكيوليشن ده اريح. هتقول لي يعني للدرجه دي؟ اصل انت هتقول لي ما احنا بنشوف ناس بلايند بس ما حدش شاف لهم عينهم. يعني العين لو ما كانتش هتشوف يبقى اقل قليل يبقى شكلها منظر معين مش فاكره. لكن ده لا عين بتشوف ولا ليها منظر شكلها وحش جدا وكمان بتوجع. فاذا شكلها وحش بسبب البولي دي والالسرز وريد اي ده كمان الضغط العالي اللي مستمر ايام هتبدا حتت من السكرين بامش اسمها استافيلوما حاجات طالعة كده. ده شكل عينه وشه وخليه زي الشبح يعني شبح مونس بس كده شكله وحش قوي. اذا شكلا هو وحش جدا. اذا شكلها وحش العين بتوجع وكمان ما بتشوفش فشلها وعلى الاقل احط عين شكلها ايه؟ نتريلر الطف. اذا انكيوليشن يعني استئصال العين. ايه رايك؟ في ناس بيقولنا يقول لك لا يا دكتور ما تدمرليش السيلري بدري وما تشيليش عيني ومش عايز حقن ويطلب اعمل له عمليه اللي اسمها اكسترنال فيستولايزنج عادي. هو صحيح نوت انديكيتد لكن ايه المانع على لو ان طول ضغط يوم ده اعمل له اكسترنال فيستولايزنج هتقول ضغط عين ولا لا؟ الاكسترنال فيستولايزنج هتقول ضغط عين. انا ممكن احط اوبشن رابع انك تعمل اكسترنال فيستولايزنج بس تمضي العينه على اقرار ان الاول ما انت مضيه الاول ان شايف كده العمليه الهدف منها ايجاد الايه؟ الالم عشان مش عنده امل انه يرجع يشوف تاني. انت لو عايز تزود ده لحد مفيش مانع تعمله اكسترنال فيستولايزنج وبنعملها كتير على فكره. اذا
كده خلصنا نوع اللي اسمه برايمري كلوز انجل. شاء الله هنبدا بكره على طول البرايمري اوبن انجل جلوكوما. ده موضوع بقى يعني كويس ان غير الصبح لان هو في الحقيقه موضوع محتاج قناه بوز يعني هنيجي نايمين ان شاء الله بكره الساعه 7